السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين مول القبطان في كل مكان. النهاردة أنا معاكم أمنية في فيديو جديد، وهنتفرج مع بعض على أحدث أشكال الزجاج التركي ماركة باشا باتشا. تابعوا معايا الفيديو ده وقولوا لي رأيكم، وفي أحسن طقم عجبكم. وهنعرف مع بعض كمان حاجة مهمة جدا، وهي موضوع الفيديو الأساسي، إزاي نفرق بين الزجاج التركي الأصلي من التقليد، وإزاي نعرف ماركة باشا باتشي الأصلية. خليكم متابعين معايا الفيديو ده، وما تنسوش القلب والإكسبلور لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده على التيك توك، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة لو بتتفرجوا عليه على اليوتيوب، وما تنسوش متابعة للبيج لو انتوا شايفينه دلوقتي على بيج الفيسبوك. علشان نعرف الفرق ما بينهم عندنا طريقتين، والطريقة الأولى معنا دلوقتي، وهي الطريقة الأشهر والمعروفة أكتر، وهي طريقة الختم، ختم الزجاج التركي. هنشوف مع بعض دلوقتي بعد ما نقلب الكاس، هنشوف الختم بتاعنا عامل ازاي. اهو ده الختم بتاعنا. الختم ده بيبقى على شكل دميتين، او زي ما انتوا شايفينه كده بالظبط. وللأسف في الأواني الأخيرة بقى في بعض الأشخاص بيعرفوا يقلدوا الختم ده، وعشان كده هقول لكم دلوقتي على الطريقة التانية. تاني طريقة معانا، وهي طريقة الكرتونة. الكرتونة بيكون عليها أكتر من إثبات إن المنتج ده تركي أصلي أو إن المنتج ده باشا باتشي أصلي. أول حاجة بنشوف على الكرتونة كلمة باشا باتشي. باشا باتشي بالشكل ده، وبيكون جنبها الرسمة دي اللي هي بتكون على شكل الختم بتاع الزجاج التركي. ده معناه إن ده باشا باتشي الأصلي، وكمان معناه إن هو ده تركي أصلي. زي ما انتوا شايفين معانا نفس الكلمة بنفس اللون على كل الكراتين. طيب تاني حاجة معانا، وهي كلمة ميد ان تركي، صنع في تركيا. هنلاقيها على الجنب جنب الكرتونة كده، وده دليل على انه منتج تركي اصلي. تالت حاجة معانا، وهو الباركود. الباركود ده لو خدناه سكانر على الموبايل هيظهر لنا على النت المنتج نفسه، او ممكن كمان يظهر لنا موقع الشركة. رابع حاجة معانا، وهي اسم المنتج ورقمه. زي ما احنا شفنا فوق كده اسم المنتج، وكمان هنلاقيه من على الجنب مكتوب، وفوقيه رقم المنتج على طول. بكده خلاص احنا عرفنا ازاي نفرق بين الزجاج التركي الاصلي والتقليد، وعرفنا ازاي كمان نعرف ماركة باشا باتشي الاصلية. خليكم معايا بقى واتفرجوا على بعض اشكال الزجاج التركي عندنا ماركة باشا باتشي.